دعنا نذهب في نزهة طويلة، لكن الجو حار جدا بالخارج. بالتأكيد أتمنى أن أتناول آيس كريم. أنا أرى شاحنة الآيس كريم. دعنا نذهب للحصول على بعض الآيس كريم. عجلة شاحنة الآيس كريم تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور. عجلة شاحنة الآيس كريم تدور وتدور عبر المدينة. جرس شاحنة الآيس كريم دم 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 دم. جرس شاحنة الآيس كريم دم 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 عبر المدينة. دم 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 دم. تقدم شاحنة الآيس كريم المأكولات اللذيذة اللذيذة. تقدم شاحنة الآيس كريم المأكولات عبر المدينة. واو! بوك شاحنة الآيس كريم توت 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 توت. بوك شاحنة الآيس كريم توت 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 عبر المدينة. شاحنة الآيس كريم يقول ماذا تحبون؟ ماذا تحبون؟ ماذا تحبون؟ صاحب شاحنة الآيس كريم يقول ماذا تحبون عبر المدينة. يم يم. الأطفال يأكلوا الآيس كريم يقولون يم 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 يم. الأطفال يأكلوا الآيس كريم يقولون يم يم عبر المدينة. أنا أحب الآيس كريم. عجلة شاحنة الآيس كريم تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور. عجلة شاحنة الآيس كريم تدور وتدور خلال المدينة، خلال المدينة. جوني جوني. نعم أبي. هل تأكل السكر؟ لا أبي. هل أنت تكذب؟ لا أبي. افتح فمك. ها ها ها. يا أطفال، هل تراقبون جوني من أجلي؟ بابا، سيكون سهلاً. جوني جوني. نعم ويندي. هل تكسر الألعاب؟ لا ويندي. هل أنت تكذب؟ لا ويندي. أرنا الألعاب. هي هي. هل كنت تقفز؟ لا نيكو. هل أنت تكذب؟ لا نيكو. هل أنت متأكد؟ ها ها ها. جوني جوني. نعم أخي. هل ترسم على الحائط؟ لا أخي. هل أنت تكذب؟ لا أخي. أرني يديك. ها ها ها. جوني جوني. نعم ويندي. هل أنت نعسان؟ لا ويندي. هل أنت تكذب؟ لا نيكو. وقت القيلولة. لا لا لا.
تأخذ بعض الوقت لكن سنعيدها. لا بأس لا تقلق هكذا. أين لعبتك؟ سنجدها قريبا. فلنرى الأريكة في غرفة المعيشة. لا تقلق يا جوني لا تقلق، رجاء لا تفقد الأمل ليس بعد. سرق لعبتي لا أجدها في أي مكان. رجاء ساعدوني هل هي هناك؟ أعدها لي هذا ليس عادلا. لا أجد لعبتي في أي مكان. ليس لدي لعبة سنجدها قريبا. هل هي في الخزانة في غرفة أمي؟ استمر في البحث ولا تبكي، سنساعدك دائما كي تعثر عليها. أين لعبتك؟ لا يمكن أن تضيع. لنبحث في الفناء في إناء الزهور. لا تقلق يا جوني لا تقلق، لا تفقد الأمل أبدا ليس بعد. من سرق لعبتي لا أجدها في أي مكان. رجاء ساعدوني هل هي هناك؟ أعدها لي هذا ليس عادلا. لا أجد لعبتي في أي مكان. لنرى إنها ليست هناك. هل هي في المطبخ تحت الكرسي؟ استمر في البحث لا تخف، سنعثر على لعبتك وسنفرح. وجدت لعبتي الآن لست حزين. كانت في غرفتي نومي طوال الوقت. وجدت لعبتي وأنا سعيد. وجدت لعبتي هذا كل ما أحتاجه. وجدت لعبتك هذا كل ما تحتاجه. يا أصحاب، ما رأيكم أن نذهب في مغامرة اليوم؟ نعم، أحب المنتزه وحديقة الحيوان. هل يمكن يا نيثان أن تطلب من والدتك أن تأخذنا؟ لا أعلم يا أصدقائي، تبدو في غاية الانشغال اليوم. هيا يا نيثان، نريد أن نلعب. حسناً، سأجرب. يا أمي، هل يمكن أن نغامر؟ لا لا لا. هل لنا أن نلعب السلايم؟ لا لا لا. نأكل حلوى كثيرة؟ لا لا لا. أرجوك هل يمكن؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. تعني لا؟ يا إلهي، أمي لن تسمح لنا بالذهاب لأي مكان. مهلاً، يمكنني أن أجرب وأسألها ولنرى يمكن أن توافق. فكرة مذهلة، بالتوفيق. هل نترك حل الواجب؟ لا لا لا. نأكل كثير من المخبوزات؟ لا لا لا. نذهب ونلعب بولينج؟ لا لا لا. نخرج حتى للتنزه؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. لا تعني لا. لا يوجد أمل. انتظروا، دعوني أجرب. لا تقدر أي أم على مواجهة جاذبيتي. هيا أنا سأجرب. هل نشاهد أي فيلم؟ لا لا لا. ممكن نشرب عصيرا؟ لا لا لا. نقيم معا حفلة مبيت؟ لا لا لا. نلعب خارجا مع روفر؟ قلت لك لا. ماذا عن المثلجات؟ لا. نمضي وقتا مع الفريق؟ بالطبع لا. لا ننام حتى الفجر؟ مستحيل. نذهب لنلعب في الحديقة؟ لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 ل
حسنا إذن، أظن أنه لا يمكن أن نذهب في مغامرة اليوم. يا أولاد، لقد أنهيت مهامي. ماذا عن بعض المثلجات؟ حقا مدهش. شكرا يا أمي. يا أمي، مخط بالتوأم. يا ويندي، أخشى أنهم قد بدأوا يتأثرون بالمناخ. مساكيني يا هل تقصدين أنهم مريضون؟ نعم، وعلينا رعايتهم. لا تقلقي يا ويندي، سوف يكونون بخير. بيتر أنفه أحمراً وخديه أيضاً، ويبدو متعباً جداً وأيضاً ضعيف. تسعر سوزي الصغيرة وعيناها حمراء، وكل ما أريده هو مساعدتهم في المرض. سأساعدك في المرض، سأعينك في المرض، سيمر بنا اليوم في المرض. أطعمك في المرض، سأريحك في المرض، سأقول قريبا سوف تكون بخير. حرارة سوزي ترتفع، قوم العمل. تفضلي كمدة باردة، أنا هنا من أجلك. بيتر معدته تؤلمه، المسكين الصغير. تفضل هذا الدواء واسمعنا في الغناء. في المرض سأساعدك، في المرض سأعينك، في المرض سيمر بنا اليوم في المرض. أطعمك في المرض، سأريحك في المرض، سأقول قريبا سوف تكون بخير. كلنا نمرض في بعض الأحيان وهذا سيء، لكن العائلة والأصدقاء ستكون هنا من أجلك. لذا فلا تحزن أرجوك. يا أمي، أظن أن التوأم بدأ يشعرون بالتحكم. يا ويندي، انظري كيف يمكن للحب أن يكون له مفعول كبير في أوقات المرض. نعم، هذا أفضل دواء. في المرض سأساعدك، في المرض سأعينك، في المرض سيمر بنا المرض. أطعمك في المرض، سأريحك في المرض، سأقول قريبا سوف تكون بخير. وفي مزرعته يوجد بقرة، إيا إيا يو. تخور هنا وتخور هناك في كل مكان، تخور وتخور. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. يوهو، جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. وفي مزرعته يوجد خنزير، إيا إيا يو. يخنخن هنا وأيضا هنا، خنخنة في كل مكان. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. هيا معا. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. وفي مزرعته يوجد حصان، إيا إيا يو. يسهل هنا ويسهل هناك، يسهل في كل مكان. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو.
مزرعة، إيا إيا يو. وفي مزرعته يوجد دجاجة، إيا إيا يو. تنقنق هنا وأيضا هناك، نقنق في كل مكان. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. مزرعة رائعة. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. وفي مزرعته يوجد بطة، إيا إيا يو. تبطبط هنا وأيضا هناك، بطبطة في كل مكان. جدي جد عنده مزرعة، إيا إيا يو. مثالي للنزهة في الحديقة. أجل، يوم جميل. ماذا يمكن أن يعكر صفو يومنا اللطيف؟ أوه، انظري المطر، تهطل الأمطار دون سبب. أمطار مزعجة غزيرة. هيا أسرعوا لنختبئ تحت الشجرة. هيا. اذهبي يا أمطار اليوم، ولتذهب السحب للنوم. نريد اللعب والاستمتاع، فلا تذهب النزهة هباء. لا نريد الأمطار. اذهبي يا أمطار، اذهبي يا أمطار. لا تقلقي يا صديقتي، لن يستمر المطر للأبد. فلنتمنى أن يكف المطر عن الهطول ونعود للاستمتاع بيوم العطلة. بالتأكيد، أتمنى ذلك. لا تمطري يا سماء، فنحن في استياء. نريد اللعب طوال اليوم، فليذهب المطر في التو. لا زالت بعض تمطر، اذهبي يا أمطار، اذهبي يا أمطار. واو، أعتقد أن أمنيتنا ستتحقق، فقد بدأت السحب تنقشع. إذن لن نغني مجددا. فكرة رائعة. اذهبي الآن يا أمطار، ولتشرق شمس النهار. اصفي يا سحب السماء، كوني بيضاء وزرقاء. انظري قد ظهرت الشمس، وبالدفء صرنا نحس. هيا نقفز وندور، في الشمس نلعب بسرور. واو، هيا قد عاد وقت النزهة، هيا للمرح. لقد أخبرتك بأن المطر لم يستمر للأبد. ها قد ذهب المطر، وقد أزهر الشجر. فلنلعب طوال اليوم، فقد انقشع الغيم. ها قد ذهب المطر، ها قد ذهب المطر. هذا جيد جدا. واو. أوه يا أصدقائي، كانت ليلة مرهقة، فالاعتناء بالتوأمين مرهقا حقا. أوه، إن الأخ والأخت الصغيرين جميلين حقا. لقد حان الآن وقت النوم. إذن هيا يا أطفالي الأعزاء، علينا أن نأخذ قسطا من النوم. أعتقد أنه من الأفضل أن نغني لهم الأغنية التي كانت تغنيها لأمي حتى ينعموا بنوما هادئا. فكرة جميلة. أزهي السرير الطفل الصغير في غصن الشجرة، يهتز ويميل، يهز الهواء يمينا ويسار، فينام بهدوء الأطفال الصغار. ألا زلتم مستيقظين؟ يبدو أنه يجب علينا أن نواصل الغناء. هيا يا صغار، فلتناموا. هيا كما تعرف مرة أخرى. الآن الأطفال هانئون ودافئون، والأم تغني بصوت حنون، تهز الكرسي فينام.
أحلام الصغار أحلاما سعيدة وأفراحا كثار. أتشو لقد استيقظوا مجددا، هل تظنهم سينامون أبدا؟ نتمنى ذلك. هيا يا صغيرتي عودي إلى السرير وسنواصل الغناء لك حتى تنامين. فوق السحاب سينام الصغار ويحلمون أن يصبحوا كبار، تحرسهم الأوائك وترعاهم أحبائي الصغار، ما أحلاهم. سنواصل الغناء حتى ينام الأطفال. أغمضوا أعينكم وهيا للنوم، في سريركم الدافئ متحلى الليل، ليلة سعيدة وحياة طيب في رعاية أمكما وأبيكما الحنين. أصدقائي الصغار. عنكبوت اذهب بعيدا يا سيد عنكبوت. أوه ماذا بك يا ندى؟ إن العناكب مخيفة جدا. لا لا، لماذا يخيفك؟ لا يستطيعون أن يؤذونك، فإنهم صغار وأنت كبيرة جدا. لا إنهم يخيفونني. إنهم لطفاء، انظري كيف يتسلقون مجدداً متى وقعوا. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير هيا هيا تسلق. يبدو لطيفاً ولكنه لا يزال مخيفاً بعض الشيء. كلا، فقط إنه يؤدي عمله. العنكبوت الصغير تسلق الباب، نزل المطر فسقط في التراب، أشرقت الشمس فنشف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الباب. هيا يا عنكبوت هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير هيا هيا تسلق. يبدو لطيفاً بعض الشيء. بالتأكيد، انظري لا زال يتسلق. العنكبوت الصغير تسلق الشجرة، نزل المطر فسقط في الحفرة، أشرقت الشمس فجف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الشجرة. هيا يا عنكبوت هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير هيا هيا تسلق. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير هيا هيا تسلق. صدقت يا زياد، العناكب لطيفة حقا. هذا صحيح، والعنكبوت صديقي المفضل ذو الثمانية أرجل. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا الفلاح في الحقل. الفلاح أحضر البيض، الفلاح أحضر البيض، هيا هيا اجمعوا الفلاح أحضر البيض. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا الفلاح في الحقل.
الحقل. الفلاح نظف الحصان، الفلاح نظف الحصان، هيا هيا اجمعوا، الفلاح نظف الحصان. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا، الفلاح في الحقل. الفلاح أطعم الخنازير، الفلاح أطعم الخنازير، هيا هيا اجمعوا، الفلاح أطعم الخنازير. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا، الفلاح في الحقل. الفلاح جز فرو الأغنام، الفلاح جز فرو الأغنام، هيا هيا اجمعوا، الفلاح جز فرو الأغنام. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا، الفلاح في الحقل. الفلاح نظف الحظيرة، الفلاح نظف الحظيرة، هيا هيا اجمعوا، الفلاح نظف الحظيرة. الفلاح في الحقل، الفلاح في الحقل، هيا هيا اجمعوا، الفلاح في الحقل. أعتقد أنه حان الوقت ليأخذ الصغار قيلولة. نعم، سأدخل أنا. أهلا أطفال، حان وقت النوم، تشعر بالتعب لنأخذ قيلولة. إنه وقت النوم، وقت الحلم، حان الوقت لأخذ قيلولة. أحاول. أهلا أطفال، حان وقت النوم، نحضر ألعابنا ونأخذ قيلولة. مع دميتكم والدب الصغير يمكنهم جميعا أخذ قيلولة. اتركوا هذا لنا. أهلا أطفال، حان وقت النوم، نحضر كلبنا ونأخذ قيلولة. الكلب الصغير يحب التنافس، من الممتع جدا أن نأخذ قيلولة. Now
بالصندوق الرملي. بيكابو نحن نراك خلف يديك الصغيرة وجدناك. ها هو وجدناك. أين نيكو؟ أين نيكو؟ بالتأكيد مختبئ في مكان ما. أين نيكو؟ أين نيكو؟ ها هو خلف البوابة. بيكابو نحن نراك خلف يديك الصغيرة وجدناك. أين ويندي؟ أين ويندي؟ أين تختبئ؟ لا أعرف. أين ويندي؟ أين ويندي؟ انظروا إنها تحت العربة. بيكابو نحن نراك خلف يديك الصغيرة على جلدي جلدي جلدي. كيف
الحشرات كبيرة وصغيرة تزحف هنا وهناك وتحت الكرسي. حشرات 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 كبيرة وصغيرة تزحف في كل مكان وتحت الكرسي. يجعلني أقفز 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 من على الأرض أرض أرض إيو. شاهدني أقفز 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 أوه انظر هناك المزيد. حشرات 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 صغيرة تقفز أعلى وأسفل أصواتها مليكة. حشرات 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 صغيرة تقفز في كل مكان أصواتها مضحكة. يجعلني أعطس 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 أتشو أتشو أو أو أرجوكي 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 أتشو أتشو اذهبي بعيدا 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 أتشو أتشو لا يمكنك البقاء. حشرات 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 زاحفة ومرعبة في كل مكان وتحت السجادة. التي لا نفعلها أثناء تناول الطعام. اللعب بطعامنا. أنت محق تماماً. نحن بحاجة لمضغ طعامنا. هل نلعب لعبة أمضغ أمضغ ونحن نأكل؟ هيا. لدينا أطباق وملاعق وطعام لذيذ للغداء. وسأغني لك الآن. أمضغ 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 طعامك طوال الوقت. أمضغ 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 طعامك. أمضغ 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 كله. أمضغ ببطء هكذا لكي يهضم الطعام جيدا. خذ قضمة صغيرة ليست كبيرة وامضغها. قضمة أصغر صغير جوني. أمضغ 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 واستمتع. أمضغ 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 طعامك. أمضغ 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 كله. أمضغ ببطء هكذا لكي يهضم الطعام جيدا. لتأخذ رشفة من الماء يساعدك فهو مفيد. أمضغ طعامك هكذا لكي يهضم الطعام جيدا. أمضغ 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 طعامك. أمضغ 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 كله. أمضغ ببطء هكذا لكي يهضم الطعام جيدا. اغسل اغسل يدك
تتخلص من الشراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل، صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. حين نلتقط قمامة من على الأرض نغسل أيدينا، نغتسل جيدا. عندما نخرج من دورة المياه يجب ألا ننسى غناء هذه النغمة، اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل، صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. إلى اللقاء معلمتي. شكرا. إلى اللقاء. لا تنسوا غسل أيديكم دائما، سيكون العشاء جاهز قريبا، لا تنسوا أن تغتسلوا. عندما نمشي أو نركب حتى الباص يجب ألا ننسى وجود الجراثيم، يمكن أن تمرضنا إن لم ننتبه، هذه الجراثيم في كل مكان. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل، صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. إن ما رحت كثيرا بمدعبة الكلاب تذكر إنه قد يكون متسف، إن استخدمنا أيدينا في الرسم فقبل العشاء يجب أن نغتسل، اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل، صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. العشاء يا أولاد. ممتاز، أنا جائع جدا وأيدينا في غاية النظافة. يا أصدقاء، انظروا لعبتي الجديدة، عملاق. تماما كقصة العملاق القديم في قصة الثلاث معزات. نعم، إنها قصتي المفضلة. كان يا مكان ثلاث معزات، معز صغير جدا، معز أوسط ومعز كبير، هؤلاء الثلاث معزات، وصاروا على الجسر معا ليمروا للجانب الآخر، وفجأة ظهر عملاق شرير أفزع المعز الصغير. أيها الصغير انتظر هناك، أبدا لن تعمر، سأحصل عليك وأدمرك، هكذا أفعل. انتظر أرجوك، لا تأكلني، أنا صغير جدا، لو تريد طعاما انتظر قليلا، أخي أكبر مني، أنا أعترف. حسنا، هيا ارحل. وسار الثاني على الجسر ليمر سريعا، وفجأة ظهر عملاق شرير في وجه الماعز الأوسط. أيها الماعز انتظر هناك، أبدا لن تعمر، سأحصل عليك وأدمرك، هكذا أفعل. انتظر أرجوك، لا تأكلني، أنا متوسط الحجم، لو تريد طعاما انتظر قليلا، أخي أكبر مني، أنا أعترف. حسنا، هيا ارحل. وسار الكبير على الجسر ليمر سريعا، وفجأة ظهر
عملاق شرير في وجه الماعز الكبير. أيها الكبير انتظر هناك، أبدا لن تمر، سأحصل علي وأدمرك، هكذا أفعل. لن تقدر أيها الشرير، فلدي كروني، سأبعدك حالا عن هذا الجسر وستبكي وحيدا أيها الشرير. وبدأ الاثنان يتقاتلان، لكن الوحش هزم، ضربه الماعز بقرونه وبكى له كثيرا. هذه قصة الثلاث معزات، عبروا الجسر سويا، الآن يأكلون ويشربون ويلعبون ويمرحون. اتبعوني هذا الاتجاه. القروش تقفز على السرير. خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، قروش صغيرة. أربعة قروش صغيرة تقفز على السرير، سقط أحدهم وصدم رأسه، اتصلت ماما بالطبيب والطبيب قال بمزيد من القروش تقفز على السرير. القروش تقفز على السرير. خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، قروش صغيرة. قرشا واحدا صغيرا يقفز على السرير، سقط أرضا وصدم رأسه، اتصلت ماما بالطبيب والطبيب قال لمزيد من القروش تقفز على السرير. خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، قروش صغيرة. خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، خمسة قروش صغيرة، قروش صغيرة. سيارات سباق،
سيارات سباق، 7 و8 و9 سيارات سباق، 10 سيارات سباق، 10 و9 سيارات سباق، 7 و6 و5 سيارات سباق، 4 و3 و2 سيارات سباق، سيارات سباق واحدة. واحدة واثنان وثلاث سيارات سباق، 4 و5 و6 سيارات سباق، 7 و8 و9 سيارات سباق، 10 سيارات صغيرة ستقع الآن. تهتز 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 سنتي الرخوة، تهتز 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 سنتي الرخوة، تهتز 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 إنها تتحرك سنتي الرخوة. نعم كذلك. اقرأ اقرأ لو سمحت. ذات مرة في أراضي بعيدة عاشت جرادة تحب المرح. أحب اللعب ولا اليوم تجعلني سعيد وقوي، القلق والعمل ليس في يومي، لماذا أعمل فقط أنا ألعب. هبتي هب 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 قفزتُ للبركة مع المرح. هبتي هب 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 سأرقص أنا بالشمس، انظر إلي أنا أرقص. قام جيران النمل بعملهم أولا، تساءلت الجرادة عن سبب عمل النمل بجد طوال اليوم.
بيتي هاب 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 عفز العقول واحصل على الطعام هيبتي هاب 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 سأغني أنا في مزاج جيد. النملكان قلقين وصرخوا في الجرادة. انطلق النمل بعيدا عن المنزل حيث بدأت الرياح تهب. أيتها الجرادة أنت مخطئة، العمل أولا ثم نلعب، نحضر ونخسن للغد، إن لم تفعلي سوف تعاني. الطقس تغير اليوم بارد، بالتأكيد لا مثل البارحة، لا شمس لا دف، أين ذهبوا؟ ربما غدا سوف تظهر. هبتي هاب 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 قفزت للبركة مع المراح. هبتي هاب 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 لا أحد هنا أنا وحيد. أي أين ذهبك جميع؟ كانت الجرادة جائعة وتشحب البرد جدا في الشتاء الكئيب. الجو بارد اليوم صقيع، أنا لم أكل مثل البارحة، عاصفة وثلج أنا أرتجف، أحتاج لمساعدة سأطلبها، رجاء هل يمكنكم مساعدتي؟ سمع النمل الطرق وركضوا إلى بابهم، سمحوا للجرادة الباردة بالدخول ثم شكرتهم على لطفهم اللطيف. أنا تعلمت بعد معاناة، العمل أولا ثم نلعب، الأعمال اليومية لا تتأخر، ننجزها أولا هذا صحيح. هبتي هاب 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 أقفزوا للعمل يأتي أولا. هبتي هاب 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 يأتي المرح مع انفجار حقيقي. هيا نلعب لعبة كنزو البيض. فكرة رائعة عمار، نحن نحبها فلنلعب. نبحث عن بيضة من عشرة، نجد البيضة ونكررها، في تلك البيضة مفاجأة، نفتحها نجد الجائزة. وجدت بيكي بيضتان بجوار الحذاء هناك، وجدت جائزة كرة هذا يجعلهم اثنان، واحد واثنان. وجد جوني بيضتان خلف باب المطبخ هناك، وجد جائزة طائرة هذا يجعلهم أربعة، واحد اثنان ثلاثة وأربعة. نبحث عن بيضة من عشرة، نجد البيضة ونكررها، وجد كاري بيضتان بجانب عصا الطبلة هناك، وجد الجائزة سيارات هذا يجعلهم ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة. وجدت بيكي بيضتان على السرير هذا عظيم، وجدت جائزة حلوى هذا يجعلهم ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. نبحث عن بيضة عشرة، نجد البيضة ونكررها، وجد جوني بيضتان بجانب قلم الأطفال، وجد الجائزة قطار هذا يجعلهم عشرة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. كل بيضة مفاجأة، أحسن
أنا أحب القطارات. ما الذي تحبه في القطارات؟ الصوت توت توت. وتقتقته؟ نعم وذلك أيضا، لدي دائما قطارات في عقلي. هيا بنا كل يقفز على القطار. أحب حركته يطقطقو، أحب شكله توت توت. لديه قطبان عندما يسير يطقطقو توت توت. قطارات قطارات في عقلي، قطارات قطارات في عقلي. أحب حركته، لديه قطبان، قطارات قطارات في عقلي. سنصنع قطارا كبيرا حبيبتي. أجل قطار قطار، ويي أحب القطارات. اقفز مكانك امسك جيدا، أنا أمامك يا له من منظر. سنسافر في أماكننا ليس سريعا ولا بطيئا. نصنع أفضل قطار على الإطلاق. نحن نفعل. أحب حركته يطقطقو، أحب شكله توت توت. لديه قطبان عندما يسير يطقطقو توت توت. قطارات قطارات في عقلي، أها أها. قطارات قطارات في عقلي، أها أها. أحب حركته، لديه قطبان، قطارات قطارات في عقلي. صفارة القطار أبي. أجل صفارة القطار. يديك على الصندوق امسك جيدا، انفخ الصفارة بكل قوتك. ووو هيا نسير ليس سريعا ولا بطيئا. أحب حركته يتقطقو، أحب صوته توتو. لديه قطبان عندما يسير يطقطقو توت توت. قطارات قطارات في عقلي، قطارات قطارات في عقلي. أحب حركته، لديه قطبان، قطارات قطارات في عقلي، قطارات قطارات في عقلي، قطارات قطارات في عقلي. Hehehehe